المياه التي ستغسل الذنوب وتطهر الآثام. ملتقى أنهار الجانجي وجمونا وسرسواتي حيث بنيت مدينة الله أباد المقدسة لدى أتباع الديانة الهندوسية. المدينة ساكنة بانتظار شروق شمس يوم مهرجان القارورة الكبير. وهؤلاء النسوة هن فقط غيد من فيض ممن يتوقع مشاركتهم في المهرجان، يحملن جراراً ترمز لقارورة رحيق النصر والخلود. فالأسطورة الهندوسية تقول إن الآلهة والشياطين تنازعوا القارورة فسقطت منها أربع نقاط، إحداها في موقع مدينة الله أباد. وتصل قيادات الطوائف المدينة في مواكب مهيبة وتعقيد حلقات التدريس للمريدين عن شعائر المهرجان. في البداية أمنا نهر الجانج يغسل خطايانا ويساعدنا في تركيز أفكارنا، وثانيا يمتص جميع الخطايا البشرية من الحيوات السابقة ويطهرنا منها. انغماس في مشاعر روحية ودينية لا بد له من قيادات دنيوية تنظمه وتحمل المقبلين على ما يوصف بأنه أكبر تجمع بشري في العالم من أي منغصات. في هذا المهرجان نتوقع أن يتجاوز عدد الحضور 20 مليون شخص، هم لا يجتمعون في وقت واحد ونحن نعد لتجمع مليون شخص في ساعة الذروة. وعين الكاميرا يقظة لا تخفي شيئا مما تسجله، كهذه الرقصة التي يقوم بها أحد رجال الدين.